في هذا الإطار أيضاً. In this also regard, we highly فخامة الرئيس بايدن في سبيل توحيد الرأى والتوصل إلى هذا المقترح بصيغة تقرب قدر الإمكان بين وجهات نظر الأطراف. وكما ذكرنا في عدة محطات سابقة، مثل هذا الاتفاق يأخذ الطرفين أن يقدموا تنازلات إلى حين الوصول إلى تسوية مناسبة والوصول إلى اتفاق. فنحن في دولة قطر مع شركائنا ملتزمون بجسر الهوة ومحاولة حل هذه الفروقات في أفضل وسيلة لإنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن. ونوجه رسالة للجميع أن كل يوم نخسره في هذا المجهود هو خسارة للأرواح ولأرواح المدنيين والأبرياء. يعني خلال الأشهر الثمانية الماضية للأسف نرى الكارثة تزداد يوما على يوما، ونرى مزيد من الضحايا خصوصا من المدنيين سواء كانوا الأطفال والنساء في قطاع غزة. ولا شك أن يجب علينا أن نقف بموقف واضح، نطالب بإنهاء هذه الحرب. 37 ألف واحد، ما يقارب 37 ألف شهيد حتى الآن، و 84 ألف جريح. ناهيكم عن استمرار سياسة العقاب الجماعي والتجويع الذي يتم استخدامها تجاه الأشقاء في غزة. نحن نشهد أيضا تحول في هذا الصراع في الفترة الماضية، وهناك دعوة واضحة وحازمة لإنهاء هذه الحرب. وطبعا في هذا السياق رأينا قرار مجلس الأمن الذي قدمته الولايات المتحدة بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار وصفقة لتبادل الرهائن والأسرى والعودة إلى المفاوضات السياسية لإيجاد حلول مستدامة. ونحن في دولة قطر نرحب وندعم هذا القرار. خلال الفترة الماضية طبعا عقدت عديد من اللقاءات والمؤتمرات الإقليمية والدولية شاركنا فيها في دولة قطر لتوحيد الرأى والتوصل لحل مستدام للقضية الفلسطينية. وكان أيضا هناك زيارات وجولات في إطار اللجنة الوزارية المكلفة بالقمة العربية والإسلامية بشأن التطورات، من ضمنها لقاءات وزراء خارجية وممثلي الدول الأوروبية والمشاركة في مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي. وأيضا يوم أمس شاركنا في المؤتمر دعوة إلى العمل للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة بدعوة كريمة من جلالة الملك عبد الله ملك المملكة الأردنية الهاشمية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والأمين العام للأمم المتحدة، والذي دعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة في سبيل إنهاء هذا الصراع وإنهاء العملية المستمرة في غزة واحترام القانون الدولي. وفي هذا السياق أيضا نرحب باستئناف المساعدات الجوية الأمريكية في قطاع غزة، والذي يأتي بعد فترة بتعليق شحنات المساعدات بسبب العمليات في المنطقة. كما نشيد بإعلانكم معالي الوزير عن حزمة المساعدات الإنسانية الإضافية لقطاع غزة. كما تستمر دولة قطر في جهودها لإرسال المساعدات الإنسانية بشكل مستمر إلى أشقائنا في القطاع. طبعا معاليكم لا يخفى عليكم، نحن مقبلون ونحن نعيش حاليا فترة حساسة جدا، نرى أن التوصل لاتفاق فيها هي مسألة مهمة جدا، وهذا الاتفاق يحقن دماء الأبرياء وأيضا ينقذ المنطقة من أن تكون على شفا الانهيار والانفجار. وهذا طبعا نعول على الدور الأمريكي وشركائنا في الجمهورية مصر العربية وجميع الدول للضغط على كافة الأطراف للوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب. وطبعا معاليكم كما تعلمون أننا أعتقد وصلنا إلى منحنى لإيجاد حلول مستدامة وليست حلول مؤقتة. كان لدينا فرصة اليوم لمناقشة كيفية التوصل إلى حلول مستدامة تعود بالأمن والاستقرار لقطاع
قطاع غزة وشقالة أيضا في الضفة ولجميع من يعيش في هذه المنطقة. نحن نرى أن الحل الدائم هو الحل العادل بإنشاء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية. حدود 67 تعيش بسلام جنبا إلى جنب مع إسرائيل، وكما تعلمون معاليكم بأن دول المنطقة منفتحة بأن يكون هناك خطة سلام واضحة وفقا لمبادرة السلام العربية. وأيضا طبعا رأينا حراك في الجمعية العامة للأمم المتحدة لقبول دولة فلسطين كعضو كامل في الأمم المتحدة، ونرى أن هذه الخطوة سوف تسهم في حل الدولتين. شكرا لكم معاليكم على تواجدكم اليوم في الدوحة، ونثمن تعاوننا وشراكتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الصديقة في هذه الأزمة وفي العديد من الملفات المشتركة بين البلدين. شكرا معاليكم. Well, first, it's very good to be back here in Doha, and especially to be with my colleague and my friend, the Prime Minister. رئيس الوزراء. وكما قلنا أمس في الأردن أن في المؤتمر الذي يؤكد على الدعم الدولي لإنهاء المسألة الإنسانية في غزة، وكما نرى جميعا هناك كرم كبير جدا في هذا المجال، وتزويد حوالي أطنان من الأطعام والأدوية للمحتاجين في قطاع غزة. كذلك ركزنا على تقريبا تقديم 400 مليون دولار من الولايات المتحدة الأمريكية وكمساعدات للشعب في غزة، وهذا يقدم حوالي بالإضافة إلى 70 مليون دولار تقريبا قدمت في هذا السياق. وكذلك هذا الدعم أيضا، ونحن نستمر بتقديم هذا الدعم لتقديم ذلك إلى المحتاجين في غزة، ونحن نستمر أيضا للعمل بكل يوم من أجل الأهل في غزة والشعب في غزة، وكذلك حماية المدنيين أيضا لتأمين أيضا إطلاق سراح المحتجزين. الطريقة المثلى لذلك لإنهاء معاناة الناس في غزة وإنهاء أيضا الإسرائيليين معاناة الإسرائيليين والفلسطينيين وإنهاء هذه المأساة ومنعها من التصعيد هو الوقف إطلاق النار فقط وإنهاء الصراع بين الطرفين. مرة أخرى نؤكد مع وزير الخارجية القطري والعمل أيضا معا لإنهاء وقف إطلاق النار، وكذلك ناقشنا أيضا في منذ في أكتوبر 13 وكذا عدة مرات أيضا، وإن مقترح وقف إطلاق النار هو الأساس أيضا وإطلاق سراح أيضا الرهائن أيضا وكذلك أمن أيضا في المنطقة وإنهاء الحرب وبداية أيضا الإعمار في غزة. والعالم بأجمعه يدعم هذا القرار، ومرة أخرى تلو الأخرى، وكثير من الدول أيضا يقدمون الدعم في هذا المجال، وكذلك المجموعات أيضا السبع الكبرى والسلطة الفلسطينية أيضا وإسرائيل، وبالطبع مجلس الأمن في الأمم المتحدة أيضا يقومون في خلال اليومين السابقين وأكد على ذلك بشكل مستمر. ولهذا نحن ننتظر إجابة واحدة من حماس، وكما قال رئيس الوزراء أننا في انتظار هذا الرد. إن القرار على الطاولة، لكن ننتظر الرد من حماس طبعا، واليوم مع رئيس الوزراء أيضا ننتظر بذلك، وهذا العمل مهم جدا. وهنا بشكل عام نفهم أن هذه الصفقة على الطاولة وهي عملية
وأن حماس أيضا يجب أن تقدم مقترحا، وهذه الصفقة يجب أن تقبل، ويمكن أن تجيب حماس على بسؤال واحد وهو نعم، بدل من أن ننتظر أسبوعين وتغير الكثير من هذه المقترحات. وكما قلنا سابقا أن هذه الأشياء يعني غير مقبولة. وكما قال رئيس الوزراء أيضا أن الحرب التي بدأتها حماس في أكتوبر 7 من أكتوبر أثرت كثيرا على المدنيين الإسرائيليين وعلى المدن الإسرائيلية، والكثير من الناس يعانون من هذه الحرب. لكن في الأيام الأخرى نحن نستمر في الدفع نحو إيقاف هذه الحرب مع إيجيبت لإغلاق هذه الصفقة، لأننا نحن نعلم أن الفلسطينيين في المنطقة في الحقيقة وفي العالم أيضا، وكل يتفق على هذا، أن هذه يجب أن تتوقف وأن إطلاق النار يجب أن يتوقف والحرب هذه تنتهي في المنطقة. وكما قال رئيس الوزراء أيضا هناك أشياء مهمة جدا علينا أن نعمل بها لإنجاز وتحقيق إطلاق النار في المنطقة، ومن أجل ذلك ولهذا علينا أن يكون لدينا خطط لإنهاء هذا الصراع، وكذلك المسؤولية أيضا. لشهور نحن نعمل مع الشركاء أيضا في المنطقة ومن أجل هذه الخطة، وخلال اليومين الماضيين في المؤتمر والأسابيع أيضا القادمة سوف نقدم مقترحات لعناصر مهمة جدا للخطة ما بعد الحرب، وكذلك الأمن والحكومة أيضا والبناء. وهذه الخطة مهمة جدا لإنهاء إطلاق النار، وكذلك أيضا تحويل ذلك إلى هذه العملية سلام عادلة ودائمة، واستخدام هذا السلام وأسسه في من أجل الاستقرار في المنطقة. وبالطبع من منذ أكتوبر 7 كل واحد كان واضحا أن هذا يجب أن يتم. الآن لا يمكن أن أتحدث الكثير مع حماس، ولكن حماس عليها أن تقدم حلا، وعليها أن ولا يجب على حماس أن تقرر مستقبل هذه المنطقة، ولا يمكن لها أن تكون بذلك أيضا. نفتح الآن المجال للأسئلة. السؤال الأول من قناة الجزيرة العربية، عدنان بريم. عدنان بوريم، قناة الجزيرة. لدي سؤالان. الأول لك معالي الوزير رئيس الوزراء، بخصوص دراسة رد حركة حماس على المقترح، هل نتحدث عن مساحة أخذ ورد مع مسؤولي الحركة بينها وبين الوسطاء، أم أن التعليق على التعديلات التي طلبتها حركة حماس سيكون في مساحة الملعب الإسرائيلي؟ وسؤالي لمعالي وزير الخارجية الأمريكي يتعلق بزياراتك الثمانية إلى المنطقة. نحن نتحدث الآن عن نحو 8 زيارات. خلال هذه الزيارات بطبيعة الحال أنت وأيضا مسؤولين في الإدارة الأمريكية قمتم بلقاء عائلات للأسرى الإسرائيليين. خلال هذه الزيارات هل كان هناك أي محاولة أو لقاءات مع عائلات الجرحى أو القتلى من الفلسطينيين في الضفة الغربية نتيجة الاعتداءات من قبل المستوطنين، أو حتى الجرحى من قطاع غزة؟ خصوصا أننا نتحدث هنا في الدوحة مثلا هناك نحو 2000 من الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة هم وعائلاتهم هنا في الدوحة. شكرا. طبعا بالنسبة السؤال اللي تفضلت فيه، احنا امس استلمنا الرد، وكما وضحنا في البيان رد حاليا يجري دراسته، ومن المؤكد ان راح يكون فيه اخذ وعطاء سواء كان مع حركه حماس وايضا مع الطرف الاسرائيلي لمحاوله جسر الهوه اللي موجوده بين الورقتين. وهذه طبعا المساعي مش جديده ولا هم ديناميكيه جديده لعمليات المفاوضات في يومين، ودائما هناك يعني مساحة وأخذ وعطاء، لأن اسمها مفاوضات في النهاية للوصول إلى اتفاق وليس
هي يعني لا يوجد جواب قطعي بلعب أو لا في هذه الأحوال. طبعا نحن نتمنى أن هذه الفترة تكون يعني في أقصر وقت ممكن. كنا نتمنى أن يكون هناك حراك وزخم أكثر في الأيام الماضية، لكن للأسف واجهنا كثير من التحديات. لكن كما ذكرت نحن ملتزمون لتقديم مقترحات لحيث نجسر هذه الهوة فيما بين الطرفين. سؤال. نعم، الجواب نعم. قابلت الكثير من الناس الذين يعانون من هذا الصراع. وعندما كنت في الأردن خلال الزيارة السابقة قابلت الكثير من النساء الذين أطلق سراحهم في الأردن كذلك، وتركت أيضا الكثير من العائلات وأفراد العائلات خلفي لديهم تجارب مريرة، والنساء الذين في غزة يعانون أيضا كذلك. ونحن في المجتمع الأمريكي هناك فلسطينيين أمريكيون لديهم عائلات في غزة، ولديهم أفراد عائلات قتلوا في غزة في هذه الحرب. I carry with me a little. وأنا شخصياً أحمل معي رسالة وصوراً أيضاً لأفراد هؤلاء العائلات الذين قتلوا في الحرب في غزة. وعلي أن أخبركم أن هذه القصص ذات معاناة كثيرة وتحرك شعور كثير جدا، مثل ما يعاني المحتجزين وكذلك الذين قتلوا في أكتوبر في 7 أكتوبر تشرين الأول. وكذلك لابد من وضعنا على المسار المستمر لتحقيق السلام المستمر، وهذا بالطبع وبالضبط ما اقترحناه للأطفال والرجال والنساء في غزة وكذلك في إسرائيل. وعلينا أيضا أن ننظر إلى ذلك ونبحث عن ذلك بشكل جدي. وكما قلت سابقا وأقوله مرة أخرى، أن السم والضرر الأخير الذي يجب أن نتخلص منه وهو الانحطاط الإنساني والتقليل من الشأن الإنساني. When that happens, when hearts get hardened, it's very hard. يشكل صعوبة كبيرة جدا، وكذلك من السهل تعديل ذلك. إذا علينا أن ندفع نحو ذلك، والطريقة المثلى لهذا هو أن نجد عقولا مستجيبة للتخلص من هذا السم الذي يؤثر على الناس والنساء والأطفال في غزة. السؤال الثاني، إيان مارلو، بلومبرغ. Thank you both. Secretary Blinken, for you, despite your intense efforts to pressure Hamas, they obviously don't seem to be accepting the deal as President Biden laid out. كما قال السيد بايدن أن حماس لا تقبل مبادرة السيد بايدن، وإجابة حماس رفضت هذه الصفقة. هل تعتقد أن هذه الصفقة ضرورية جدا وهي ميتة، تعتبر ميتة واستراتيجية الآن لإحياء هذه المحادثات أيضا؟ وثانيا أن التأكيدات على الضغط على حماس، هل تعتقد أن هناك الوقت المناسب لتقريبهم إلى هذه وجهات النظر من أجل وقف إطلاق النار؟ وبشكل أو بآخر رئيس الوزراء، even with the elaborate three-phase deal that's being created to try and bridge the divide, حتى من خطة ثلاث أوجه، لابد لا شك أن حماس لا تزال عالقة في هذا الرد، والتي يعتبر أن هل تعتقد أن هذه المفاوضات يمكن إنقاذها من أجل تحقيق وقف إطلاق النار والسلام في المنطقة؟ شكرا مرة أخرى. كما قلت سابقا، بناء على ما قلناه سابقا والإجابة من حماس، معظم المقترحات تغيرت، وقلنا أن الصفقة على الطاولة حاليا،
Some of those are workable changes. لكن هناك بعض التغيرات. I don't want to characterize it further. أود أن أسلط الضوء على بعض النقاط وبشكل أو بآخر في المناقشات والمفاوضات التي تم سابقا توصلنا إلى النقطة أنه إذا كان استمر ما جانبا بتغيير هذه الأشياء والمطالب ويصر على هذه التغيرات لابد من وضع وطرح الأسئلة. لكن ما رأيناه وناقشناه مع رئيس الوزراء والسلطات المصرية أيضا نحن مصممون على رأب الصدع بين الطرفين وأعتقد أن هذا يمكن ذلك والناس يقولون طبعا نعم يمكن ذلك ونقول نحن نعم وعلينا أن تذكر أن حماس لديها أيام كثيرة و 12 يوما لسلام الأرض وكلما طال الأمد كلما طالت معاناة الناس وهذا ببساطة. Israel accepted the proposal. قبلت المقترح كما هو وكما كان. Hamas didn't. لكن حماس رفض ذلك. أعتقد أن هذا واضح جدا. And we're determined in the وما نحن مصممون عليه في الأيام القادمة. And see if أن نرى ما إذا كانت هذا ما إذا كان هذا ما إذا كان هذا الرأب وهذا الصدع يمكن رأبه بين الطرفين وما إذا استمرت حماس في رفضها لهذا المقترح فإن أعتقد أن نحن والعالم لا يوجد لدينا أي خيارات أخرى. Guarding, I think your question. About how can we لنا أن نتعامل مع هذا المقترح من أجل وقف إطلاق النار. هذه تعتبر قضية ونعاني منها منذ أمد بعيد وعلينا أن نؤكد أن نحن بصدد رأب الصدع بين الطرفين وبين الفرقاء. لماذا تريد حماس وقف إطلاق النار ولماذا تريد إسرائيل إطلاق الرهائن؟ أعتقد أن ما لدينا أو ما أنجزناه هو طريقة مهمة لرأب الصلع بين الفرقاء وأعتقد شخصيا أن هذه